معظم القطاعات الاقتصادية بلبنان عم تتجه نحو دولرة أسعارها، رغم حظر قانون حماية المستهلك لهيدا الأمر، وعم تحاول توصل للخارج كرمال تصدر خدماتها ومنتجاتها بشكل يضمن استمراريتها وأرباح مقبولة، بالإضافة لإعطاء الموظفين مردود إضافي بيضمن أمنهم الغذائي. على الصعيد الماكرو اقتصادي، الدولرة الجزئية بتعني استخدام عملة أجنبية إلى جانب العملة الوطنية. أما الدولرة الكلية فهي الاستغناء عن العملة المحلية كلياً والاعتماد على الدولار، وبالحالتين الدولرة فيها تكون رسمية أو غير رسمية. بلبنان زادت الدولرة بعد انتهاء الحرب، وهالأمر مؤشر لغياب الثقة بالسياسات والمسؤولين. وبعد الأزمة ومن بعد ما وصل الدولار لـ 25 ألف ليرة، بقول الخبراء أنه الدولرة تجاوزت 80%. بالطبع توجه الاقتصاد نحو الدولرة الشاملة اليوم هو خارج إرادة الدولة، ورح يؤدي لمزيد من تدهور الليرة، ورح يكون في فئتين من الناس: الفئة يلي بتتقاضى رتبها بالدولار، والفئة المهمشة يلي رتبها رح يضل بالليرة اللبنانية. المسار الآخر يلي ممكن يسلكه الاقتصاد هو اعتماد صندوق النقد يلي بيثبت الليرة وبيحط مقابلها كمية من الدولارات وبيوقف التدهور الحاصل.